اتعرفنا على الاجزاء المختلفه للانجلر اللي هم كومبوننت ودايركتيف بايب سيرفيس. الكومبوننت مسؤول عن الفيو، والفيو هو اي اليمنت بيظهر قدامنا على الشاشه، وطبعا الكومبوننت ممكن يتكون من كومبوننت صغيره مع بعض. بنتحكم في خصائص الكومبوننت عن طريق الدايركتيف، اما البايب بنستخدمها عشان ترانسفورم اي فاليو، هي عباره عن فانكشن بتاخد فاليو وتريتر فاليو جديده. السيرفيس بنستخدمها عشان نشغل اكواد جافا سكريبت تقيله في الباك جراوند. بنجمع الاجزاء دي كلها في ان جي موديول. نقدر نعتبر الان جي موديول الشاسيه اللي بنركب عليه الاجزاء كلها، او زي كده المذر بورد بتاع الكمبيوتر. النهارده هنركز على الكومبوننت وهنتعمق فيه اكتر، وكمان هنتعلم ازاي الكومبوننتس بتتواصل مع بعضها وتشير داتا بينها وبين بعض. هنعمل دلوقتي سوشيال ميديا ابلكيشن زي فيسبوك وتويتر. الصفحه الرئيسيه فيها بوستس ليست، والليست دي فيها ملخص بسيط لكل بوست. لما بتدخل على بوست معين بيجي لك التفاصيل كامله، يعني عندنا صفحه بوستس ليست وصفحه بوست ديتيلز. هنجنريت الكومبوننت دي، بنجنريت الكومبوننت بالامر ng generate واختصارها g، وبعدين كومبوننت واختصارها c، وبنكتب اسم الكومبوننت. طبعا لازم نسطب انجلر سي ال اي باكج زي ما اتعلمنا في بدايه الكورس. احنا هنجنريت تو كومبوننتس دلوقتي، كومبوننت اسمه بوستس ليست، وبعدين كومبوننت تاني اسمه ديتيلز برضو جوه البوستس. كومبوننت الليستس بيليست مجموعه بوستس، كل بوست عباره عن ملخص سريع كده ولينك في الاخر عشان يوديني لكومبوننت الديتيلز اللي فيه بقى التفاصيل الكامله للبوست بالكومنتس بكل حاجه. الامر ده عمل لي فولدر هنا اسمه بوستس، جوه منه تو كومبوننتس، كومبوننت اسمه ليست وكومبوننت اسمه ديتيلز. كل واحد فيهم فيه التلات ملفات بتوعنا اللي هم HTML وCSS وCS. طبعا السبيك ده قلنا مش هنتكلم عنه خالص دلوقتي، يعني تقدر تمسحه. ال HTML بيبقى جواه التمبلت، وهو كود HTML عادي جدا، ولكن نقدر نشغل فيه اكواد جافا سكريبت عشان يبقى الموضوع دايناميكالي اكتر. وفايل التايب سكريبت ده اللي بيبقى جواه اللوجيك بتاع الكومبوننت، والاس اس اس ده المسؤول عن الستايل، وزي ما اتفقنا بيكون انكابسوليتد، يعني مش بيتطبق غير على الكومبوننت ده بس. الامر ده كمان مش يعني هو بيجنريت الفايلات بتاعت الكومبوننت، وكمان بيريجستر الكومبوننت ده في الاب موديول. لما نبص كده للموديول هنلاقي ان انا بقى عندي الليست كومبوننت والديتيلز كومبوننت، هو بيضيفهم في الجزء بتاع الديكلاريشنز في الان جي موديول. انا لسه ما شرحتش في الان جي موديول، فانت مش مطالب ان انت تفهمه كويس قوي، ولكن خليك عارف بس ان كل حاجه بعملها في انجولار لازم اريجسترها في او اسجلها في الان جي موديول. الكومبوننتس والدايركتيف بسجلهم في السكشن اللي اسمه ديكلاريشنز، زي ما هنتعلم طبعا بالتفصيل بعدين. نيجي بقى نفتح الكومبوننتس اللي احنا عملناهم دلوقتي. هدخل على بوستس، لاحظ ان انا بجمع الحاجات اللي ليها علاقه ببعض دايما في فولدر مع نفسها، يعني البوستس بعملها في فولدر كده مع نفسها. لو انا بعمل ميزه جديده في الابلكيشن بتاعي برضو هجمعها في فولدر تاني خالص. هدخل الاول على الليست، زي ما اتعلمنا قبل كده انا ببقى عايز اعمل، هيبقى عندي اوبجكت او اري في الليست بتاعتي، وبعد كده هبدا احقن الاوبجكت ده او الفاريبل ده في التمبلت بتاعي. فهدخل هنا في الكونستراكتور او في الكومبوننت بتاعنا، هعرف متغير اسمه بوستس، وعشان ده مجموعه بوستس يبقى هعمله على هيئه اري. كل اري هبقى محتاج فيه الاي دي والتايتل واي بقى معلومات تانية انا عايزها تظهر في صفحة الليست. فانا هعمل id 1 وهسميه تايتل، هقول بوست 1 مثلا، وبعدين ممكن يبقى عندي اي معلومات تانية. انا هكتفي بالتايتل والid. طبعا المفروض ان بيبقى عندي التكست بقى بتاع البوست نفسه بجنريت منه السامري وهكذا، ولكن انا دلوقتي للتبسيط هعمل ايه، اوبجكت بسيط جدا كده عباره عن مجموعه بوست بالشكل ده. طبعا على ارض الواقع الداتا دي بتيجي دايناميكالي من داتابيز،
باستخدام الـ APIs، وده اللي هنتعلمه كمان شويه. بس خلينا دلوقتي نشوف هنتعامل مع الداتا ازاي ونحقنها في التمبلت ازاي. ندخل بقى على التمبلت. فاكرين احنا كنا علمنا المره اللي فاتت دايركتيف اسمه NGF، ده بستخدمه لو انا عايز اظهر element بشروط، يعني لو في شرط اتحقق الاليمنت ده يظهر، لو ما اتحققش الاليمنت ده يختفي. النهارده كمان هنتعرف على دايركتيفز تانية زي NG4. NG4 بستخدمه لما بيبقى عندي array زي في حالتنا هنا، انا عندي بوستس ده array مجموعه من العناصر، عايز اقول له في لكل عنصر من العناصر دي هجنريت او هترندر اليمنت بطريقه معينه. فهندخل كده ونشيل بقى الكلام ده ونعمل نشوف كل بوست هنعمله ازاي. احنا عندنا مجموعه بوستس وكلها تعتبر يعني اليمنت متكرر، بس الكونتنت اللي فيه هو اللي مختلف. فهنعوز نعمل لوب على الكومبلمنت ده عشان نجنريت كذا اليمنت بعدد البوستس اللي عندنا. فهنعمل مثلا ديف ياخد كلاس بوست جوه منه تو اليمنتس، اليمنت للتايتل هيكون مثلا h3 وهدي له كلاس تايتل، جوه منه مثلا اللينك لما هدوس عليه هيوديني للبوست لينك. بعدين هعمل ديف تحت منه اسمه سامري. طبعا سيبك من الطريقه اللي انا كتبت بيها ال HTML كود دي، هناخدها في الجزئيه بتاعه التولز والفي اس كود وازاي ننجز بسرعه ونكتب اكواد بسرعه، وهيبقى في تريكات كده وحاجات تخليك سريع جدا في كتابه الاكواد او في التعامل واكتر تنظيما. المهم ان دلوقتي انا عملت لكل بوست عملت ديف، الديف ده جوه منه عنصرين، عنصر عباره عن تايتل H3 وجوه منه اللينك اللي لما هدوس عليه هيوديني للديتيلز بقى بتاعت البوست او الكومبوننت اللي هو اسمه الديتيلز، وعنصر تاني عباره عن السامري. فانا عايز الكلام ده يبقى دايناميك، فهشيل التايتل والسامري دول وهحطهم على هيئه فاريبلز، هقول ايتم تايتل وايتم سامري. الايتم ده اللي هو كل عنصر من عناصر البوست، كل بوست من دول هيبقى عامل كده. يبقى انا عايز اعمل لوب، يبقى هستخدم NG4 او دايركتيف اللي اسمه NG4. يبقى بقول له لكل عنصر من عناصر البوست يبقى let item of posts. فهمناها؟ يبقى الايتم ده اقصد بيه كل ايتم من البوستس، يعني بقول هنا ليت ايتم اوف بوستس، يعني لكل ايتم من عناصر البوستس هتعمل هتجنريت ايه الكومبوننت ده. طبعا انا هنا ما عنديش سامري، فممكن احط سامري هنا، اقول مثلا this is، خليها string this is the summary of post 1. طبعا عشان السمري هنا ممكن يبقى موجود وممكن لا زي ما احنا شايفين، فانا ممكن يا اما احط اور هنا واقول له يعني سيبها لي فاضيه، او ممكن من الاساس استخدم NGF اللي احنا اتعلمناها المره اللي فاتت. هقول NGF عشان ارندر الاليمنت ده كونديشنالي، فهقول له NGF item summary. يبقى لو في item summary، لو في ايتم سامري هي جنريت الجزء ده الاليمنت ده، لو ما فيش خالص هيشيله خالص. تمام؟ فانا يا اما استخدم الان جي اف، يا اما ممكن استغنى عن الان جي اف واحط العلامه دي اللي هي اور يعني فاضي، يبقى انا هرندر الاليمنت ده بس هيكون فاضي. طبعا انت تختار الطريقه دي او الطريقه دي على حسب اللوجيك بتاع الابلكيشن بتاعك. انا حطيت لك الطريقتين اهو. خلاص انا هنا عملت ايه؟ ده كده شكل البوست الواحد هيبقى كده. فرحت مضيف له دايركتيف الان جي 4 عشان يلوب الكلام ده لكل عنصر من عناصر البوست.
طيب جميل الكلام ده، بس هشوف الكومبوننت ده فين، هشوف البوستس دي فين. عندي حاجه من الاثنين، يا اما اخد الكومبوننت ده احطه جوه الاب كومبوننت. احنا اتفقنا ان الاب كومبوننت ده هو الكومبوننت الرئيسي بيجنريت اوتوماتيك لما بعمل ان جي نيو، يا اما بعمل له راوتنج، يعني لما بروح ل مسار معين او بنافيجيت لمسار معين اللي هو مثلا سلاش بوست، بيبدا يظهر لي الكومبوننت زي ما هنتعلم كمان شويه. تعالوا دلوقتي نشوف الطريقه اللي احنا اوريدي خدناها من شويه. انا هاخد السيلكتور بتاع الكومبوننت. لما افكرك ان احنا لما بندخل على الفايل التايب سكريبت بتاع الكومبوننت بيبقى عندي هنا الكلاس اللي اسمه ليست كومبوننت. في بقى هنا ديكوريتور بيبقى جوه منه الانفورميشن بتاعت الكومبوننت. من ضمن الانفورميشنز دي حاجه اسمها سيلكتور. السيلكتور ده بيخليني استخدم الكومبوننت كما لو كان HTML tag. عارفين ال HTML tags اللي هو لما بعمل مثلا A عشان يبقى لينك، او مثلا H1 او بعمل مثلا paragraph كده، تمام؟ دي كده ال HTML tags. انا بقى دلوقتي اقدر استخدم السيلكتور ده اللي اسمه app list، فهاخد منه كوبي كده وبروح لاي حته في الابلكيشن بتاعي واقوم حاطط app list، استخدمه كانه HTML element عادي. انا عايز احط ده بقى جوه الاب كومبوننت. هدخل جوه الاب كومبوننت. دي الحاجات اللي احنا كنا شرحناها المره اللي فاتت، هنشيلها ونحط مكانها بقى الاب ليست. نطبق بقى npm start عشان نشوف الابلكيشن بتاعنا هيبقى عامل ازاي، اللي هو internally هيطبق ng serve. بولين سيرفر از ليسننج تو لوكال هوست 4200، فهنروح بقى لللوكال هوست بتاعنا 4200. هنلاقي ان انا عندي بوست حصل لوب اهو، بوست 1 وبوست 2 وبوست 3، وبوست 1 هو الوحيد اللي كان فيه سامري فعمل لي بوست 1. تعالوا نعمل مثلا خط بين كل بوست والتاني، ده بس هو طبعا بيابديت اوتوماتيك وهيرفرش الصفحه بتاعتنا. عمل ايه خط كده بين كل بوست والتاني. المفروض ان انا لما هدوس على اللينك ده هيوديني في مكان ما، بس انا لسه ما حطيتش href. فعاوز اقول له لما تروح لبوست سلاش ايتم اي دي، اتفقنا بقى ان الايتم دي اللي هي كل عنصر من عناصر البوست، يبقى لكل واحد هيوديني على سلاش بوست سلاش اي دي. لما هروح كده للاولاني هتلاقيه بيوديني البوست سلاش 1، الثاني بوست سلاش 2، الثالث بوست سلاش 3. المفروض ان ده كده هيدخلني على الكومبوننت الثاني اللي احنا عملناه اللي اسمه ديتيلز، هيدخلني بقى على تفاصيل كل بوست. فهنا بقى لازم نتعلم الراوتنج، اللي هو لما اروح على بوست. تعالوا كده لما ندوس على مثلا بوست 1 ده، لما ندوس عليه هنلاقي ان هو ما ودانيش في حته عشان انا لسه ما ثبتش الراوتنج. لكن لما نبص فوق هنا هنلاقي العنوان بتاعنا اتغير. كان الاول كنا واقفين على لوكال هوست 4200، دلوقتي بقى فيه سلاش بوست سلاش 1. لو دوسنا على الثاني هنلاقي ان بقى سلاش 2، لو دوسنا على الثالث هنلاقيه بقى سلاش 3. فانا بقى عايز اقول له لما تلاقي الفورمات ده اللي هو بوست سلاش رقم، تقوم مدخلني على الكومبوننت بتاع الديتيلز علشان نشوف الديتيلز. فبنعمل الكلام ده ازاي؟ بنروح للاب موديول وبنريجستر راوتنج بتاعتنا. فتعالوا بقى نشوف الراوتنج ده بيتعمل ازاي. انا باجي هنا في الاب موديول بقوم عامل كونستنت روتس او راوتس زي ما انت عايز، بيساوي دي عباره عن اري فيها الباث بتاعتي او الكومبلنتس اللي انا عايز احملها. فبعمل باث بقول له ايه بقى؟ بقول له لو شفت حاجه زي كده بوستس وبعدين رقم انا هسميه اي دي، هتوديني لكومبلنت اللي هو ديتيلز بتاعنا، ديتيلز كومبلنت. ممكن بقى اعمل حاجه كمان، اقول له لو لقيت بوستس بس ومالوش اي دي وديني للليست، تمام؟ احنا بطريقتنا كده اللي احنا عاملينه لغايه دلوقتي، انك لما هتدخل على الاب كومبوننت اللي هو اول ما بتدخل على الصفحه الرئيسيه بيدخلك على طول او بيلود على طول البوستس. ليه بيعمل كده؟ عشان
لو دخلنا على الاب كومبلنت هتلاقينا استخدمنا السيلكتور بتاعه. طيب لو ما استخدمناش السيلكتور ده يبقى احنا محتاجين نعمل راوتنج بالشكل ده. فانا هشيل الكلام ده وهعمل كده وامال له ايه، ولكن احنا كل مره هنحاول نيمبروف شويه في الابلكيشن بتاعنا. فانا دلوقتي اول ما هدخل مش هشوف غير اللينك بس، بيقول لي ادخل على بوستس لينك. ليه انا بعمل كده؟ عشان يعني على الارض الواقع على الويب سايت بيبقى فيه خصائص كتير قوي وفيتشرز كتير قوي، فانا عايز يعني كل فيتشر تبقى مستقله بذاتها. يعني لو انت حابب طبعا البوستس دي تبقى الفيتشر الرئيسيه فهتقوم رازعها في الاب كومبلنت. طب لو انا مش عايز كده وعايز الصفحه الرئيسيه دي هيبقى فيها مثلا انترو وحاجات كده، وعايز احط لينك بس انه دخلني في البوستس، يعني ما ادخلش على البوستس الا عن طريق اللينك، يبقى انا لازم ادخل في الاب مودول و اريجستر الروتس دي. فبقول له ايه؟ بقول له لو دخل على بوستس بس هتوديه على ليستس كومبوننت، لو دخل على بوستس سلاش اي دي هتدخله على الديتيلز. طيب انا دلوقتي عملت الروتس دي محتاج اسجلها في الانجي مودول، فبدخل في قسم الامبورت وبعدين بقول له راوتر موديول. وباجي في الفانكشن اللي اسمها فورورد وبحط له الروتس بتاعتي. تاني بالراحة انا عملت كونستنت اسمه روتس، ده كتايب سكريبت نوع روتس. وخد بالك ان كل الحاجات بتاعت الروتنج باخدها من انجلر سلاش روت راوتر. تمام، فانا حطيت له الباثس بتاعتي. انا عندي اول باث اللي هو زي كده، لو رجعنا تاني هنلاقي ان انا عندي سلاش بوست سلاش 3 وسلاش 1 وسلاش 2، ده كده البوست ديتيلز. لو انا قلت له بقى بوستس بس مفيش اي دي هيدخلني على الليست كومبوننت. تمام، طيب اخدت الكلام ده بقى عايز اريجستره جوه الانجي موديول، فبدخل في الامبورتس بقوم قايل له راوتر موديول دوت فورورد وبمرر له الراوتس بتاعتي. تمام، فاضل بقى حاجه واحده بسيطه جدا. لو دخلت في الاب كومبوننت انا هنا دلوقتي لقيت ان هو حط لي اللينك بتاعي اللي انا حطيته هنا اسمه بوست ليست. طيب لما اجي ادخل عليه هو ما فهمش يحط الكومبلنت فين في الصفحه، يبقى انا لازم اجي جوه الصفحه احدد له مكان الراوتر ده هيبقى محطوط فين. فبستخدم حاجه اسمها راوتر اوتلت، دي معناها الكومبلنت اللي هيتحمل هيتحط فين في الصفحه، او الكومبلنت اللي احنا عايزينه هيتحمل فين في الصفحه. فبقول له راوتر اوتلت بس كده. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان انا لما هاجي هروح للباث ده اللي هو بوستس هيلود ليستس كومبوننتس، هيلودها فين؟ في الراوتر اوتلت. طب عرفت ازاي ان هو هيلود الليستس كومبوننت تحديدا؟ هدخل على الاب موديول واشوف الباث ده اللي هو سلاش بوستس بس وما فيش ولا اي حاجه، يبقى سلاش بوستس هلاقي ان هو بيلود الكومبوننت اللي اسمه ليست كومبوننت. افكرك الليست كومبوننت اللي هو ايه؟ اللي هو بتدخل تلاقي فيه اري اوف بوستس، لو دخلنا على التمبلت بتاعه هنلاقيه ان هو بيظهر التايتل والسمري بتاع كل بوست. تمام، نرجع تاني للاب كومبوننت. طيب هو عمل او حمل الليست كومبوننت، هيحمله فين؟ في الحته دي. تعالوا برضو عشان نفهم اكتر هنيجي هنا هقول لك ان ده الفوتر. يبقى هنا انا متخيل ان هيبقى فيه لينك، خلينا نعمل عشان يبقى ده يعني حاجه كده زي التول بار. يبقى انا عندي تول بار في روابط كتير جدا، منهم بقى رابط بيوديني على البوست. تمام، وبعدين في تحت خالص بيبقى فيه فوتر بتاعنا، في النص هنا في الراوتر اوتلت. يبقى اي حاجه هتتحمل من هنا هتروح في النص ما بين التول بار ده وما بين الفوتر ده. تمام، فهمنا ايه فايده الاوتر اوت الراوتر اوتلت؟ لو فتحنا هنا هلاقي ان في اللينكات بتاعتي اللي هو التول بار وبعدين الفوتر. المفروض لما هروح للبوستس ليست هتتحمل في المكان اللي هو في النص ده.
تمام، نستنى بس البيج تلود، هنلاقي انه حصل لما انا دوست على بوستس ليست فدخلني على سلاش بوستس. هو فاهم ان سلاش بوستس دي بيلود الليستس كومبوننت. طب بيلودها فين؟ في الراوتر اوتلت اللي انا كنت حاطه في النص ما بين اللينكات وما بين الفوتر. نرجع تاني كده، انا كنت حاطه هنا في الاب كومبوننت ما بين اللينكات بتاعتي وما بين الفوتر، تمام. فهو كانه بيشيل الراوتر اوتلت دي وبيحط الكومبوننت اللي انا محتاجه يتحمل. طب انا الكومبوننت اللي انا محتاجه يتحمل اللي هو قصاد سلاش بوستس ده قصاد الباث ده كان كومبوننت ليست كومبوننت. طيب هو دلوقتي دخلني على او حمل الليست كومبوننت. بص بقى لما اجي ادوس على بوست 1 المفروض انه هيدخلني على الديتيلز كومبوننت، تمام. في متغير واحد قدامي لما اجي ادوس كده هو دخلني كده على الديتيلز كومبوننت اللي احنا لسه اصلا ما عملناش فيها حاجه، عشان كده قال لي ان الديتيلز وركس. طيب نلاحظ ان هنا في حاجه بتتغير في العنوان كل مره، هو بوست سلاش 1 بوست سلاش 2 بوست سلاش 3. ليه؟ عشان اعرف هو بيتكلم عن انه بوست. فانا اخد الاي دي ده اللي هو رقم واحد، وبعدين او معامل كويري للداتابيز اقول له هات لي بقى كل تفاصيل البوست اللي رقمه واحد او الاي دي بتاعه واحد، تمام، وهكذا. يبقى ادخل بقى على الديتيلز، انا خلصت كده الليست كومبوننت، ادخل بقى على الديتيلز كومبوننت علشان ابدا اشتغل فيه. طيب هعمل ايه بقى في الديتيلز كومبوننت؟ اول حاجه انا محتاج اعملها ان انا ادخل اجيب الكويري برام ده اعرف هو بيتكلم على انه بوست، وبعدين هقوم داخل عامل ريكوست للداتابيز او للباك اند عشان يجيب لي تفاصيل البوست اللي الاي دي بتاعه يساوي الكويري برام اللي هنا. طيب ركز معايا كده عشان الحته دي محتاجه شويه تركيز. انا هستخدم حاجه اسمها اكتيفيتد رود، ده بيجيب لي الانفورميشن بتاعه الراوتر الحالي اللي هو الباث الحالي. انا محتاج منه ايه؟ انا محتاج البرام اللي هنا، تمام، او الكويري برام اللي هنا اللي هو ايه؟ اللي هو لو دخلنا على الموديل بتاعنا انا قلت له بوستس سلاش اي دي، والاي دي لو تلاحظ ان انا حطيت قبلها نقطتين. ليه؟ عشان اقول له ان ده كويري، يعني الرقم اللي هيتحط مكان بوستس اتعامل معاه كانه فاريبل وسجله لي في الكويري. باجي استخدم الاكتيفيتد رود عشان اخد بقى الكويري ده. طيب بدخل جوه الكونستراكتور واقوم عامل برايفت اكتيفيتد رود من كلاس الاكتيفيتد رود. ايه بقى اللي انا عملته ده بالراحه كده؟ دي حاجه اسمها ديبندنسي انجكشن، هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل الممل في جزئيه كده لوحدها. المهم ان انا عندي كلاس من انجولار اسمه اكتيفيتد رود، وده واضح من اسمه انه بيجيب لي معلومات عن الروت الحالي، تمام. انا خدت بقى انستنس من الكلاس ده كاني بالظبط عملت كده، قلت له let this activated root بيساوي new activated root، وبعدين مررت له هنا شوية الحاجات اللي هو بيحتاجها. هل انا اعرف ايه الحاجات اللي الاكتيفيتد روت بيحتاجها؟ لا معرفش. عشان كده بنلجأ لحاجة اسمها dependency injection. الديبندنسي انجكشن في انجولار هو اوتوماتيك بيروح يشوف الاكتيفيتد رود ده بيحتاج ايه وبيكريتها وبعدين يجيب لك في الاخر، تمام مفيش ليت هنا، بيجيب لك في الاخر انستنس من الكلاس ده، تمام. فالحركه دي اللي احنا طبعا متعودين نعملها عادي جدا في تايب سكريبت، لا هي في انجولار بنعملها بالديبندنسي انجكشن. طبعا الاثنين واحد، سواء عملتها كده او عملتها كده الاثنين صح، ولكن باستخدام الديبندنسي انجكشن انا ما بشغلش بالي الاكتيفيتد رود او كلاس الاكتيفيتد رود الكونستراكتور بقى بتاعه بيحتاج ايه علشان اقدر اكريت منه انستنس، تمام. طيب كلمه برايفت دي احنا عارفين ان في الكلاسز عموما سواء بقى في التايب سكريبت او في اي لغه برمجه الكلاسز عموما بيبقى ليها كي وورد كده ان هو برايفت، يعني ال ال ال
البروبرتي دي بتستخدم جوه الكلاس ده بس، او ممكن تكون بروتكتد او بابليك. ولكن هنا ليها معنى برضو، ليها مدلول مهم جدا، ان ده عباره عن بروبرتي من الكلاس مش فاريبل عادي. يعني ازاي؟ يعني ايه؟ يعني انا لو قلت له مثلا ليت اكس، ده عباره عن فاريبل عادي. الفاريبل ده متعرف جوه الكونستراكتور بس، لكن لو قلت له ذيس اكس معناها ان ده بروبرتي من الكلاس، اقدر اكسس البروبرتي ده من اي فانكشن او ميثود جوه الكلاس. تمام؟ يعني كاني بالظبط عملت كده. انا طبعا هشرح الديبندنسي انجكشن ده بالتفصيل، بس انا عايزك بس ايه نخطي الحته دي. كاني عملت كده بالظبط، برايفت اكتيفيتد روت، خلينا ناخدها كوبي كده عشان ننجز. برايفت اكتيفيتد روت ده نوعه او هيبقى انستانس من الكلاس ده. طبعا هو بيديني ايرور عشان انا اوريدي حاطه في الكونستراكتور. تمام؟ هاجي بقى هنا جوه الكونستراكتور واقوم قايل له ان ذيس اكتيفيتد روت بيساوي نيو الكلاس اللي اسمه اكتيفيتد روت، والمفروض همرر له هنا الحاجات اللي هو محتاجها. تمام؟ الكلام ده بالظبط، بدل ما اعمل كده هشيل ده وهقوم اخد الكلام ده بحاله حطه جوه الكونستراكتور، واسيب انجولر هو اللي يعمل لي الانستنس، الجزء اللي انا كنت كاتبه هنا اللي هو this dot activity true بيساوي new activity true. ليه بعمل كده؟ عشان اخلع من حته ان انا مش عارف ايه الحاجات اللي الكونستراكتور بتاع الاكتيفيتي true بياخدها. طيب هاجي جوه الكونستراكتور او ان جي اون انت، انا بعود نفسي دايما ان اللوجيك كله بحطه جوه الان جي اون انت. ايه بقى حكايه الان جي اون انت دي؟ الكومبلنت بيمر بلايف سايكلز، يعني كل شويه عند ايفنت معين كده بينفذ ميثود معينه. انا دلوقتي مش هتكلم عن اللايف سايكل بتاعت الكومبلنت، ولكن خلينا عارفين ان في الكونستراكتور يا دوبك بس بعمل انستانسيشن من الكلاسز اللي انا محتاجها، وبعدين بدخل بقى اعمل اللوجيك كله في ان جي اون انت. انا عاوز بقى استخدم الاكتيفيتي روت ده عشان اجيب انفورميشن عن الروت الحالي، فهقول له ذيس اكتيفيتد روت، وبعدين هتلاقي ان في ميثودز كتير جدا انا اللي يهمني منها البارام ماب. يعني ايه البارام ماب؟ اللي هو الاي دي. لو دخلنا هنا في الروت هتلاقي ان انا حاطط له متغير هنا اسمه اي دي، دي البارامز. يعني لو قلت له مثلا اي دي نيم مثلا اي حاجه، تمام؟ فانا عندي بارام هنا اسمه اي دي، بارام اسمه نيم، بارام اسمه اي حاجه. ده لما يجي يدخل على باث عامل زي كده مثلا بوست واحد مثلا هلو مثلا اكزامبل، يبقى هو هياخد الواحد ده يحطه لي في الاي دي، والهلو ده هيبقى الفاليو بتاع النيم او البرام اللي اسمه نيم، والاكزامبل ده البرام بتاع اي حاجه دي. تمام؟ نرجع تاني، انا هنا قلت له بوست سلاش اي دي، اي حاجه هتتحط بعد البوست هتبقى هسميها اي دي، ودي باخدها من البروم. ده بقى جزئيه ار اكس جي اس، واللي برضو مشروحه في ميني كورس لوحدها. ميني كورس يعني بتبقى محاضره واحده بس لامن لك فيها كل حاجه بشكل عملي. طيب انا بعوز اسبسكرايب للاوبزرفبل ده، حاجه كده زي في البروميس لما بتقول له ذن، هقول له مثلا الاوبجكت بتاعنا او الريزلت بتاعنا او اي حاجه، او هنسميه مثلا برام، هدي له كونسول لوك للبرام بتاعتي. نفتح بالمره الكونسول، هتبص تلاقي ان هو عمل لوج للبرامز بتاعتي من ضمنها الاي دي. طيب خلينا نلوج بالمره، خلي ده كده، نلوج بالمره الاي دي اللي هو هيبقى بارامز اي دي. ممكن اقول له جيت اي دي، اهو لقيت ان الاي دي واحد. طب تعالى كده نجرب نغير الاي دي من هنا، انا قلت له بوست سلاش واحد، نجرب نقول له اتنين، هتلاقي ان الاي دي في الكونسول بقى اتنين. نجرب نخليه تلاته، هتلاقي
ان الاي دي في الكونسول بقى 3. دي الطريقه اللي انا بعرف بيها هو عايز يجيب الديتيلز بتاعه انه كومبلنت بالظبط او انه بوست بالظبط. يبقى انا هاجي بقى في الحته دي كده وابدا اعمل اللوجيك بتاعي. خلاص شيل بقى الكلام ده، هاجي هنا في الحته دي هعمل ايه هقول له let post id بيساوي params get id. تمام. طبعا لو انا عندي param تاني اسمه name هقول له params dot get name وهكذا، يبقى انا بجيب البرام اللي انا عايزه. طيب ناخد بقى البوستس دي اللي احنا كنا حاطينها في الليست اهو، هاخدها كوبي ونروح بيها للديتيلز. طبعا على ارض الواقع انا ما بعملش كده، على ارض الواقع ان انا ببعت HTTP request للباك اند عشان يروح يجيب لي البوست ده من الداتابيز، بستخدم الاي بي ايز. عشان احنا لسه ما شرحناش دي فانا يعني بمشي حالي دلوقتي لغايه ما نشوف الدنيا فيها ايه. هاجي هنا هقول له بوست، انا عايز بقى البوست اللي انا عايزه، هفلتر من او هسيرش جوه البوست ده على البوست اللي انا عايزه. هقوم قايل له خلينا هنا او خلينا نعملها بالطريقه العاديه الاول واقول لك احنا ليه هغير فيها. هقول له البوست بقى اللي انا عايزه عباره عن بوست فلتر، بدور على الاليمنت اللي الاي دي بتاعه يساوي البوست اي دي، يبقى الاليمنت اي دي بيساوي بوست اي دي. طبعا المفروض اقول ايه this post. تمام. طيب انا كده عندي variable اسمه post، بس عشان ال variable ده يتشاف في التمبلت اللي هو ال details.component.html اللي هو فايل ال html، عشان يتشاف لازم اخليه property، يعني لازم احطه فوق هنا اعرفه فوق. يبقى انا هاجي هنا هعرف متغير اسمه post، وبالتالي ده بقى مش هيبقى فاريبل عادي، هيبقى this post. ليه عملت كده؟ علشان اخليه يتشاف في فايل التمبلت. طبعا المفروض ان انا هعمل هنا انترفيس، فانا هستخدم اني مؤقت. طبعا انا ما انصحكش ان انت تستخدم اني كتايب سكريبت في اي حاجه، ولكن يعني المفروض تحط له انترفيس. تعالى نستخدم انترفيس مش هنخسر حاجه. انترفيس هيبقى عندي اي دي عباره عن string او number او اي حاجة، خلينا نقول number، وعندنا title عبارة عن string، وعندنا summary ده ممكن يكون موجود وممكن لا، عشان كده انا حاطله علامة الاستفهام دي، وده لو موجود هيبقى string. ده كده شكل البوست بتاعنا، بيقول ان هو نوت انيشاليزد، ف هنحط له العلامه دي. طبعا دي يعني كونفيجريشنز في التايب سكريبت المفروض ان انا اروح اشيلها هناك. تعالى بس نظبط اللوجيك بتاعنا شويه. هنا البوست اي دي ده ممكن يكون موجود ممكن لا، هو اكشولي مش ممكن يكون لا، عشان انا كده كده يعني الديتيلز كومبوننت مش هتحمل الا لما يبقى بالصوره دي، يعني بوستس سلاش رقم او فاليو. تمام. لو بوستس بس وما فيش فاليو كده كده مش هيحمل الديتيلز كومبوننت، هيروح للليست كومبوننت. بس انا بحب دايما ايه اامن نفسي، هقوم قايل له اف بوست اي دي، يعني ما تعملش اي حاجه الا لما البوست اي دي ده يكون ليه فاليو. طيب دي حاجه. الحاجة التانية ان البوست اي دي ده عبارة عن سترينج. ليه سترينج؟ لان هو بيجي من العنوان ده، فاي حاجة جوه العنوان ده بتيجي سترينج. لكن انا قايل له ان الاي دي بتاعي نمبر، يبقى انا محتاج احول القيمة دي من سترينج لنمبر. هو هنا تايب سكريبت بيشتكي ان هو ممكن يكون نل، فانا عايز اقول له لا، هو مش ممكن يكون نول عشان انا بتشيك ان هو اف بوست اي دي، فبحط له العلامه دي معناها ان انا متاكد ان في الحاله دي مش هيكون نول، هيكون ليه قيمه. طيب انا عايز كمان اعمل فاليديشن تاني، عايز اقول ان البوست اي دي ده يكون رقم، ويكون رقم اكبر من صفر واقل من البوست لينث ده.
فانا ممكن ازود بقى جنب اف دي ازود الفاليديشنز اللي انا عايزها. طيب فلتر دي اري ميثود المفروض انها بتريتن اري فيها العناصر اللي بتماتش ده. انا مش عايز اري، انا عايز عنصر واحد، فممكن ابدلها بفايند. فايند دي بتريتن عنصر واحد، بس برضه هيبقى لسه عندي مشكله انه احتمال يفايند عنصر واحتمال لا. افرض لو اداني اي دي باربعه مثلا، يبقى انا ما عنديش ولا عنصر اسمه اربعه. فخلينا نابديت ذيس بوست لما اكون متاكد ان في فاليو. فهقول ليت بوست بيساوي الكلام ده، واقوم قايل له اف بوست ذيس بوست بيساوي بوست. ايه الفرق بقى بين بوست ده والذيس بوست؟ بوست ده مجرد فاريبل عادي متعرف جوه الميثود اللي اسمها ان جي اون انت، لكن الذيس بوست ده بروبرتي للكلاس، يبقى ده متشاف في ايه التمبلت. انا هعمل بقى في التمبلت، هقول له لو في بوست هتطلع لي الديتيلز بتاعته، لو في بوست يبقى هستخدم ايه؟ هستخدم الدايركتيف اللي اخدناه في الاول خالص اللي هو ان جي اف. هروح بقى للتمبلت بتاع الديتيلز، هروح هقول له حط لي ديف، وهاجي جوه الديف ده هستخدم ان جي اف يساوي بوست. يبقى لو البوست ده له قيمه، خد بالك انا في التمبلت بستخدم الفاريبل نيم على طول من غير ذيس دوت، تمام؟ يعني بوست ده اللي هو نفسه في الكومبوننت اسمه ذيس دوت بوست، تمام؟ فلو البوست ده ليه قيمه هتكتب، هتطلع لي هنا البوست ديتيلز. طيب عايز اقول له بقى لو البوست ده ملوش قيمه هتكتب لي هنا نو بوست مثلا، اي رساله ايرور، تمام؟ طيب لو ليه قيمه بقى، البوست ده عباره عن اوبجكت، فهبدا بقى احط عناصر الاوبجكت. ممكن ادي للبوست مثلا كلاس او اي دي او اي حاجه على حسب طبعا الستايلنج بتاعك. هبدا بقى هنا احط له مثلا اتش 3 او اتش 2، خليها تبقى محطوطه ايه فاريبل كده. طيب خلينا المره دي نقول ان هيبقى فيه بقى ديتيلز، احط هنا ديف، هحط جواه مثلا ديتيلز اوف بوست اي دي. طيب تعالوا بقى نشوف التغيرات اللي حصلت. نفتح الابلكيشن بتاعنا، هنلاقي ان انا اول حاجه هدخل على البوست ليست، هيديني السمري بتاع البوست، بوست 1 بوست 2 بوست 3. لو دوست على بوست 1 هيلود البوست ديتيلز بتاع اللي هو الاي دي بتاعه رقم 1 فين؟ في الراوتر اوتلت اللي هو ما بين اللينكس والفوتر. طيب عمل ايه بقى؟ المفروض ان هو هنا لو في بوست، لو البوست ده لقاه هيحط بقى هيرندر التفاصيل بتاعت البوست اللي هو عندي هنا عنصرين بس، عنصر اسمه تايتل ده عباره عن اتش 2 وعنصر اسمه ديتيلز، تمام؟ انا كاتب فيه ديتيلز اوف بوست نمبر وبعدين الاي دي بتاعنا، تمام؟ فقال لي ديتيلز اوف بوست نمبر 1. طيب لو انا خليت دي تبقى 2 ده قال لي ايه؟ ديتيلز اوف بوست نمبر 2. نرجع للبوست ليست تاني، نروح على بوست 3 عشان نجرب، لقينا ان العنوان بقى بوست سلاش 3. فبوست سلاش اي حاجه بيروح لفين؟ لانه كومبوننت للديتيلز كومبوننت، تمام؟ وبياخد الباراون ده اللي هو اسمه اي دي، يبقى انا عندي اي دي بيساوي 3، فبيروح للبوست ليست بيسيرش على البوست اللي الاي دي بتاعه بيساوي 3، وبعدين بيعمل عنصر اتش 2 بيديني التايتل بتاع العنصر،
وبعدين هيكتب details of post number ويكتب ال post ID. طيب لو انا بقى جيت اروح لعنصر مش موجود هيحصل ايه؟ هو مش هيلاقي البوست ده في وسط البوست، فبالتالي هيطبق الاليمنت التاني ده اللي هو الشرط التاني، هيروح للشرط ده هيلاقي ngf يساوي بوست، مش هيتحقق عشان مفيش بوست. طيب هيروح للشرط التاني ده هيلاقي ngf يساوي مفيش بوست، يعني بقول له لو مفيش بوست هتكتب no post found. طيب تعالوا بقى نروح لحاجة انا متأكد انها مش موجودة، وليكن رقم 4. رقم 4 ده مش موجود في وسط البوست، فبالتالي المفروض يكتب no post found. تمام. طيب حاجة بس تعديل اخير بسيط جدا، وانا جوه انجلر لما بحب اروح لكومبوننت معين، يعني مش external link، ما بستخدمش ال h reference ده، لا بستخدم router link، وده هو نفسه ال h reference بالظبط اهو، ما عملتش اي حاجه، ما خسرتش حاجه. ولما اجي ادخل كده هلاقيه تقريبا بيديني نفس النتيجه. طيب تعالوا كمان، احنا كنا استخدمنا اللينكات فين تاني؟ لما بدخل في الليست كان كل واحد، تمام، كان كل بوست كنت بروح له بلينك، فكنت بستخدم الhref. لا انا المره دي هستخدم router link. طب هيفرق في ايه؟ هنشوف النتيجه بتاعتنا. احنا ممكن ما نحسش قوي بالنتيجه، لما اجي ابص كده اروح ل، خلي بالك انا عشان واقف في بوستس، لما باجي بدوس على بوست لينك هلاقي انه ما عملش ريفرش للصفحه زي ما كان بيعمل الاول. لما اجي اروح بقى لبوست 1، بص ركز كده في الصفحه نفسها، هتلاقي ان الصفحه مش بتلود. تعالى كده نرجع تاني، رجع لي تاني دي، خليها اتش ريفرنس. بص انا هدخل في البوست سلين، ركز هنا فوق في الحته اللي فيها العنوان دي. لما اجي اروح لبوست 1 هتلاقي ان الصفحه نفسها بتلود، تمام، يعني بيعمل ريكوست من الاول وجديد، بيروح يبعت للسيرفر هناك ريكوست علشان يروح يحمل الكونتنت كله ويرجع تاني، فبياخد وقت طويل وبيستهلك باندوث كتيره، والموقع بتاعنا بيبقى بطيء شويه. بص لما اجي ادخل بقى على البوست تاني، خد بالك انا واقف هنا على بوستس، بص لما ادخل على نفس الصفحه هتلاقي ايه؟ تعالوا نجرب كده ندخل على بوست 2، هتبص تلاقي الصفحه بتلود تاني. نرجع للبوست ليست، ندخل على بوست 3، الصفحه كل مره بتلود تاني. طيب تعالوا بقى لو بدلنا الاتش ريفرنس ده براوتر لينك نشوف ايه الفرق. نستنى بس ابديت، عمل ريفرش للصفحه. ندخل على بوست 1، ركز هنا في العنوان، خد بالك احنا كنا الاول كل لما بدخل على لينك من دول بيلود الصفحه من الاول، لما اجي ادوس هنا هتلاقي ايه؟ مش بيلود الصفحه، انما بيعمل ايه بقى؟ بيروح يجيب محتوى الكومبوننت بتاع الحته دي بس ويحدث الجزء ده بس، فبالتالي الموقع بتاعنا بيبقى اسرع بكتير. ليه؟ مش بلعب بقى ريكوستات للصفحه واحمل للسيرفر واحمل الصفحه كلها من الاول، خد بالك ان مع الوقت الصفحه نفسها هتبقى تقيله وفيها كومبوننتس كتير. لكن انا هنا بابديت على قد الكومبوننت اللي انا محتاجه، فالصفحه نفسها مش بيحصل لها ريفرش، ودي فكره الاس بي اي او سنجل بيج ابلكيشن. يعني ايه سنجل بيج ابلكيشن؟ يعني البيج بتلود مره واحده، وبعد كده اثناء بقى الفيستور لما هو بيتنقل من مكان لمكان او من صفحه لصفحه بيلود بس على قد الكومبوننت اللي محتاج حدثه، مش بيروح يلود الصفحه من الاول. دي فكره السنجل بيج ابلكيشن. تمام، عشان كده بدل ما بستخدم اتش ريفرنس بستخدم راوتر لينك. عايزين نطور الابلكيشن بتاعنا اكتر. الابلكيشن بتاعنا شغال 100 100 وما فيهوش اي مشاكل، ولكن في مشكله هتقابلنا قدام شويه لما نستخدم كومبوننتس كتير. ايه هي بقى؟ اول ما بدخل على الصفحه الرئيسيه بتاعتي اللي هي دي، انا داخل هنا ما شفتش اي حاجه، يعني ما فيش اي كومبوننت ظاهر قدامي، ومع ذلك كل الكومبوننتس اللي انا عاملها جوه البروجكت حملت. يعني الفيستور اول ما بيدخل على الصفحه الرئيسيه بيستنى لما كل الكومبوننتس بتتحمل وبعدين الصفحه بتظهر قدامه. طبعا ده يعني يوزر اكسبيرينس وحش جدا، وغالبا ممكن ما يكملش معاك في الموقع بتاعك. فاحنا بنعمل حاجه اسمها ليزي لودنج مودجلز، معناها ان انا بحمل الموديول اللي انا محتاجه في وقتها بس. يعني الفيزيتور لما بيدخل على الصفحه الرئيسيه
بوريله الكومبوننت الرئيسي بس. طب حب يدخل على الموديول بتاع البوست، ساعتها بقى بحمل الموديول بتاع البوست. طب لو دخل على فيتشر تانية في الموقع، ساعتها بحمل الموديول بتاع الفيتشر التانية دي، وهكذا. تمام، فدي ميزة اني بليزي لود المودولز، يعني بحمل المودول وقت ما بحتاجه بس. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ من هنا ورايح هنتبع الديزاين باترن كده، ان كل كومبوننت هنربطه بموديول خاص بيه. ده كمان هيسهل علينا قدام شويه اننا نحول الكومبوننت العادي لحاجه اسمها ستاند الون كومبوننت، هنشرحها بالتفصيل قدام. كل ما الفيزيتور يوز يدخل على كومبوننت معين هنحمل الموديول الخاص بيه. طبعا ممكن نجمع كل الكومبوننتس بتاعت البوستس في موديول واحد، لكن الافضل ان كل كومبوننت يكون له موديول خاص بيه. ده كمان هيسهل علينا في المستقبل تطوير وصيانه الكومبوننت ده. فهنعمل ايه بقى؟ نقفل بقى الكلام ده، نفتح تيرمينال. عايزين نجنريت موديول خاص بالبوستس، فهن ng generate موديول اختصارها m. انا عايز الموديول ده يتحط في بوستس وهسميه بوستس موديول. المفروض لو انا قفلت الكومبوننتس دي، المفروض ان هيعمل فايل هنا جوه فولدر البوستس هيبقى اسمه بوستس دوت موديول دوت تي اس. هو حطه لي جوه فولدر، انا مش عايزه جوه فولدر، خلاص انا اوريدي عندي هنا كده، خلاص نشيل بقى الفولدر ده، خلاص انا عندي بوست هنا. طيب انا عايز بقى الكومبوننتس دي بدل ما كنت برجسترها في الاد موديول، لا هرجسترها المره دي في البوست موديول. نشيل بقى كل الفايلات المفتوحه دي، نقفلها. هروح للاد موديول، هقول له بعد اذنك الديتيلز كومبوننت والليست كومبوننت دول هتشيلهم من عندك ونحطهم فين؟ في البوست موديول. طبعا نظبط بقى الريلاتيف باس. كمان الراوتس دي هشيلها واقوم حطيتها هنا، وكمان هريجستر الليست كومبوننت والديتيلز كومبوننت في الديكلاريشنز دي. تمام، يعني انا بشيل اي حاجه موجوده في الاب كومبوننت وراح احطها فين؟ في البوستس كومبوننت او في البوستس موديول. تمام، هي الليست الليست كومبوننت والديتيلز كومبوننت كانوا محطوطين في السكشن بتاع الديكلاريشن، شلتهم حطيتهم في السكشن بتاع الديكلاريشن بتاع الموديول الجديد. نشيل بقى دول خلاص. روتس دي هامبورتها من انجولار روتس. طيب هاجي هنا برضو في الامبورتس، عاوز احط الراوتر موديول. كنت هناك في الاب موديول بستخدم الفور روت، هنا هستخدم فور تشايلد، وبرده بمرر له الروتس عادي جدا. هاجي هنا انا ستيل محتاج برده روتس، فهقول له كونستنت. ممكن اقول له باث ممكن استخدم باث زي ما استخدمناها قبل كده، وممكن استخدم حاجه اسمها ماتشر هنتعلمها برضو. كنت الاول بقول له لما تشوف باث بوث حمل لي الكومبوننت الفلاني، فكان بيحمله اثناء الكومبايل تايم. لا هنا هستخدم حاجه ثانيه اسمها لود تشيلدرن، ودي عباره عن فانكشن بيمبورت بامبورت من البوست البوستس موديول بتاعي، وبعدين اقول له then. طبعا الامبورت ده المفروض ان هو بروميس، فبستخدم then واقول له الموديول اللي اسمه بوستس موديول. تمام، طيب ايه الاختلافات؟ الاختلافات ان انا بدل ما كنت بقول له لما تماتش الباث ده
حمل الكومبوننت اللي اسمه ليست كومبوننت. لا دلوقتي بقول له لود تشيلدرن عشان يبقى فاهم ان ده ليزي لود موديول. يعني ايه ليزي لود موديول؟ يعني مش هيحمله الا وقت لما الريستور يدخل على البوستس. طب افرض الريستور ما دخلش على البوستس، خلاص انا مش محتاج احمله، بستخدم امبورت. دي خاصيه في ايكما سكريبت، حاجه في جافا سكريبت مالهاش علاقه بانجلر اصلا. بقول له حمل لي البوستس موديول اللي هو موجود في فولدر البوست اللي هو الفايل ده، فايل البوستس موديول. لما اجي افتح الفايل ده هلاقي ان جوه منه بيكسبورت الكلاس اللي اسمه بوستس موديول، فبقول له then بوستس موديول. تمام. طيب كده بقى ممكن اعمل npm start. المفروض ان انا اشوف نفس النتيجه ولكن باداء اعلى، او يبقى الموقع اسرع. ليه؟ لانه مش هيحمل البوست موديول الا لما ادخل على البوست تحديدا. نشوف كده، بس خلينا نفتح النتورك من هنا عشان نشوف ايه اللي حصل. تمام، هريفرش، هتلاقي ان الصفحه حملت عادي جدا. هشيل بقى كل الحاجات دي من النتورك، هاجي ادخل على بوست ليست، هلاقي ان الموديول لسه بيحمل حالا. كان الاول بيحمل كل الموديولز وقت ما الفيستور بيدخل على الصفحه الرئيسيه. طبعا انا دلوقتي ممكن ما احسش بالفرق قوي، ولكن قدام شويه لما يبقى عندي ابلكيشن كبير بقى وفي فيتشرز كتير وفي تشات وفي بوستس وارتكلز وامكانيات كتير قوي، المفروض انه بيحمل كل ده وقت ما الفيستور بيخش على الصفحه الرئيسيه. الاوبتمايزيشن اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا خلينا ان كل موديول يحمل وقت الحاجه بس. تمام، نشوف تاني. انا دخلت كده على النتورك، على التاب بتاع النتورك، عملت ريفرش، بيحمل لي كل الحاجات اللي هي بتتحمل في الصفحه الرئيسيه. كده كده نلاحظ ان المين دوت جي اس اللي هو المفروض ده بقى الحاجات بتاعت انجولر، هنلاقي ان حجمه قل شويه، فبالتالي الصفحه بقت اسرع. نشيل ده بقى وندخل على البوست ليست، نلاقي ان هو يا دوبك حمل الموديول دلوقتي حالا. ولكن ليه بقى ما حملش الليست بتاعتنا؟ عشان احنا حاطين سطبنا الراوت بتاعتنا غلط. تعالوا نشوف ايه الغلطه اللي احنا وقعنا فيها. لما اجي صغر لنا بقى ده عشان مش عايزينه دلوقتي، لما اجي ادخل على البوستس موديول هنلاقي ان احنا اخدنا الراوتس دي كوبي من الاب موديول. فالاب موديول اللي كان الاول بيدخل على بوستس سلاش اي دي، لا انا دلوقتي انا اوريدي دخلت على بوستس، فانا المفروض اشيلها من الراوتس بتاعتي. تمام، نريفرش كده وندخل نبص نلاقي حملت. ليه؟ عشان انا هنا في الاب موديول، في الاب موديول قلت له لما يدخل على بوستس هتحمل البوستس موديول، فانا هنا اوريدي دخلت على بوستس وحملت ده، فالمفروض اخد من بعد كلمه بوستس. تمام، فبقول له لو دخل بقى من بعد البوستس دي لو في اي دي هتحمل الديتيلز كومبوننت، لو ما فيش اي دي هتحمل الليست كومبوننت. فهو ما فيش هنا اي دي فحمل الليست كومبوننت. تمام، لما اجي ادخل بقى على البوست نفسه فدخلني على الديتيلز بتاعت البوست. نرجع تاني، خد بالك ان الموديل اتحمل مره واحده، يعني مش هيقعد كل لما ادخل هيحمل كل لما، لا هو خلاص حمل مره ومش هيحمل تاني، فما تقلقش من الحته دي. ادخل بقى على بوست 2 هلاقيه ان الدنيا اتظبطت معايا، يبقى نفس التصرف او نفس البيهيفير بتاع الموقع بتاعنا ولكن ببرفورمانس اعلى.